في باب القضاء والقدر موجود إن كان في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة بعد ما حاربوا وخلصوا وهم راجعين، في صحابي من الصحابة راسه اتعورت تعويرة كبيرة شوية، بالليل نام وقام الصبح لقى نفسه على جنابة يعني مش طاهر وهو عايز يصلي، فراح قال للصحابة: هل لي رخصة أن أتيمم؟ ينفع أتيمم علشان أصلي وأدي كل الفروض اللي عليا؟ فقالوا له: ليس لك رخصة، توضأ أو استحمى علشان تزيل هذه النجاسة وتتطهر. صاحبنا دوت فعلا دخل استحمى، ففي مية جت على الجرح، فالجرح تلوث، فالدم تسمم، فمات هذا الصحابي. الصحابة بعد ما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله، حصل 1 2 3 4. النبي صلى الله عليه وسلم على صوته بأعلى صوته وقال: قتلوه قتلوه، قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله. دعا عليهم ان ربنا يقتلهم زي ما قتلوه. ألا سألوا إذ هم لم يعلموا؟ ما سألوش ليه طالما ما يعرفوش؟ ما سألوش ليه طالما مش عارفين الإجابة؟ قتلوه، قتلهم الله. يا كل واحد مكسل إن أنت تتعلم حاجة معينة أو تسأل عن حاجة معينة أو تعرف حاجة معينة بسبب جهلك دوت، في أرواح بتموت. قتلوه، قتلهم الله. يا كل واحد كان سبب في موت إنسان بسبب جهله وبسبب عنده اللي هو مش عايز يسأل أو يتعلم أو يعرف. ألا سألوا إذ هم لم يعلموا؟ قتلوه، قتلهم الله. بقولها لكل واحد كان بسبب جهله ضيع حياة بني آدمين. قتلوه، قتلهم الله. سلام عليكم.